باكر وحده اثنين عندهن امتحان، ما عندهن غير حذاء واحد، يعني شلون اني باكر اريد ادز الامتحان؟ لوكيشن اخر وتحديدا صلاح الدين. ام تبارك نازحه من صلاح الدين كانت تعيش في مخيم الحويش قرب سامراء خلال فتره النزوح، الان تعيش في غرفه يعني من التشينكو في قريه الخضيره، ما عندها الحضيره عفوا، ما عندها اي سبيل للعيش، لا راتب رعايه، لا يعني دعم من الوزاره، تعاني من البرد والعوز هي وبناتها الخمسه، طبعا ما عندها امكانيه تلبس بناتها ملابس حتى يروحون يدامون بالمدرسه اللي هم اثنين عندها طالبات يعني. مراسلنا فراس الحسني يعني اجرى هذا اللقاء مع هذه السيده حتى نشوف مأساتها يعني. خلونا نشوف. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بك مازن. مازن، اليوم موضوع حلقتنا من محافظة صلاح الدين مع ام تبارك. ام تبارك يعني وضعيتها وحالتها يرثى لها، راح نتحدث مع ام تبارك ونشوف شنو معاناة ام تبارك. ام تبارك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم تبارك شنو وضعيتكم؟ أنتم نازحين، شنو وضعيتكم؟ احكي لنا وضعيتكم. والله وضعيتنا تعبانة وأمورنا تعب، أمورنا المادية تعبانة يعني، وهذا البرد تعرف يعني صوبة نفطية ما عندي، أي صوبة يعني ما عندي، وهذا البرد وأطفالي تمرضة، والله ما عندي حتى إمكانية أوديهم للدكتور. زين يعني بهالحالة إحنا شلون قاعدين على القاع يعني، هاي جدا خلي يشوفون بالكاميرا قاعدين على القاع يعني، اكو واحد يقبلها هم من الحكومه يقبلها يقعد على القاع يعني. انا صار لنا 7 سنوات على هالحال، ما شفنا اي واحد اجى وزارنا وقال لنا انتو شنو يعني، ليش احنا ما لنا حقوق؟ احنا لنا حقوق كعراقيين نطالب بيها، نريد الحكومه تجي وتقول انتو شنو وشوف وضعيتنا وتوفر لنا يعني معيشة وتجيب لنا صوبة وتجيب لنا نفط. وعندي طلاب بناتي اثنين، عندي 5 بنات يعني وعندي 2 طالبات يعني، بحيث بسبب الملابس وحدة أغيبها ووحدة أخليها تداوم. اي والله يعني حذاء ما عندنا، هسه باكر وحده اثنين عندهن امتحان، ما عندهن غير حذاء واحد، يعني شلون اني باكر اريد ادز الامتحان؟ انت كون مكاني يا اخويا. يعني تغيبين وحده من عندهم وحده تخليها على مود والله الملابس؟ والله وحده اغيبها وحده اخليها على مود الملابس والاحذيه. زين يعني شلون وهو امتحان وهسه يعني شايل هم من الباكر يعني شلون؟ شلون راح اسوي بهم؟ يعني ما يرام يعني تروح تكرم بنعال يعني، هي مدرسه الى ولا يعني واحد يظل ما يعلم اطفاله حتى حرام. زين ما عندكم راتب رعايه؟ ما عندنا اي راتب رعايه، قدمنا اكثر من مره، ردنا بس راتب رعايه يطلع لنا، ما طلع لنا راتب رعايه. زين هذا البرد شلون متحمليه؟ زين هاي الليل البرد والله شو نسوي؟ والله يا جاي يقتلنا كتل. زين والله نريد يعني خاصة من يجي المغرب يعني، بحيث ما شو أقول لك ما نتفى خلاص يعني، تصبح الدنيا وإحنا نتراجف. تبارك صار لكم إيش قد عايشين هنا؟ والله صار لنا 7 سنوات بهاي الغرفة، أقسم لك بالله يعني لا صوب، هاي تشينكوات يذب علينا ثلج والحائط يذب ثلج عليك يعني، هم يتحملوها والله ما يتحملوها، غير صابرين شو نسوي؟ والله مرات يعني نبات بلاي عشاء، مرات يقعدون البنات يقوم يبكين يعني، يقوم يبكين ماكو يعني ماكو ياكلين، يقومون يبكين، اقوم ابكي وياهن اقول يا ماما الله كريم. زين يعني هسه ماني قلت لك هسه والله يعني والله شايله تلنهم هسه شلون على الامتحان باكر، وامتحان يعني. زين ما يردون فلوس مصرف حالهم حال الاطفال؟ والله يروحن مرات يقعدن متاخرات الصبح بس 7:30 هو يعني لازم هن بالمدرسه، مرات يعني انا تعبانه تعرف ومريضه وهاي يعني اقعدهم بس 7:30 يا دوب يعني البسها ملابسها تركض تروح، والله ما تذوق الريوق
ولا عندي أنطيها مصرف، يعني تجيني ويا الغداء منتهية، يعني شو أسوي لها؟ تبارك، ليش ما قدمتوا على الرعاية؟ شنو اللي والله صار؟ والله قدمنا، والله أقول لك قدمنا، إذا ما قدمنا أكثر من 30 مرة وما جاي يطلع لنا راتب. شنو المشكلة؟ شنو اللي ما أعرف، ما أعرف عاد شنو المشكلة اللي عندهم، يعني ما أعرف. يا بيك حالنا وزوجي خاطية إيده، إيده يعني هسه بس يطلع يشتغل إيده الليل كله ما ينام، يعني إلى متى؟ وهاي الشغلة العمالة ما يعيش. قلت لك هاي ملابسنا وهاي مرات من الناس، يعني خلف الله علي ينطي.